انتقل إلى بيروت وضيف الكريم من هناك السيد العميد عادل. سيادة العميد، بلينكين في الجولات السابقة كان اهتمامه مرتكز فقط على قطاع غزة، الآن أضيفت جبهة أخرى إلى الصراع هي جبهة لبنان بالطبع، هل سيكون لها نصيب من أجندة بلينكين برأيك؟ تحياتي لحضرتك ولكل الزملاء المشاركين وللمشاهدين جميعا. أعتقد أننا نكون عم نبسط الأمور كثيرا إذا قلنا أنه ذكرنا أنه وزير الخارجية الأمريكي هذه الدولة الكبرى التي كانت تقود العالم وتضع استراتيجيات طويلة الأمد اليوم أنه جاي يحكي بتفصيل بحي من هنا وحي من هناك إسكان بهالإطار أو بهذا الإطار. أنا أعتقد الأمور أبعد من هذا بكثير. للأسف كانت السياسات على المستوى الدولي تضعها وزارة الخارجية الأمريكية، نرى اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو يتقدم في هذا الإطار، ويبدو أن الإدارة الأمريكية اليوم ووزارة خارجيتها تتبع والمخطط الاستراتيجي، وللأسف أقول أن بلينكين يعمل كمسهل كمسير لتنفيذ المخطط الإسرائيلي وبالتحديد مخطط نتنياهو البعيد الأجل. وأعتقد أنه صحيح ثمة يمكن بعض التفصيل في قضية فلسطين وبالتحديد قطاع غزة، قد يسعى بلينكين للحفاظ على مياه الوجه بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية لجهة يعني وقف مؤقت لإطلاق النار وإبرام عملية أسرى محدودة النطاق، إلا أن المعركة قادمة يعني مستمرة على قدم وساق كما ذكرت، ويعني لن تقف عند هذه التفاصيل الصغيرة. وأعتقد أن الكيان الإسرائيلي يضع في عين اعتباره ولم يشطب هذا الهدف من قائمته، وهو تهجير كل سكان غزة، وعلى الإخوة الفلسطينيين أن يأخذوا هذا الاحتمال بعين الاعتبار. وأعتقد إسرائيل تؤجل الحلول وتؤجل الهدن في غزة علها يعني لما بعد أن تضع الحرب العسكرية كلمتها، بمعنى أن الحلول السياسية بالتأكيد مؤخرة لحين إنجاز كل المعركة والحرب في المنطقة، وبالتالي على ضوء النتائج الحربية ستقرر الحلول الشاملة، بمعنى تمكن نتنياهو وبتغطية من الولايات المتحدة الأمريكية وبتيسير منها وتغطية على كل ما ارتكبه من إجرام، أنا أعتقد يعني تمكن من يعني الاستفراد بخصومه، ولكن الحلول ستكون شاملة، سيطرح حلول شاملة، وطبعا على يعني على ضوء النتائج الحربية التي سيحققها، بمعنى آخر سيتعمد استغلال النصر الكامل، ومن هنا يرفض لغاية الآن إجراء أي حلول تفصيلية يعني موضوعية إن كان بغزة أو في لبنان أو خلافه. وما زيارة بلينكين حتى يعني هوكشتاين إلى لبنان إلا أنا برأيي محاولة لتمرير الوقت، وها نحن نرى اليوم العمليات كل يوم تزداد شيئا فشيئا ويزداد استهداف المدنيين، وبالتالي إسرائيل أضحت يعني مرتاحة على وضعها العسكري. طيب سيادة العميد عادل، وقبل الذهاب إلى ضيف الكريم الدكتور إحسان في كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، سيادة العميد، كان هناك منظور في السابق بأن إسرائيل لا تستطيع الحرب على جبهات متعددة، هل تغير هذا المنظور الآن؟ أعتقد من الأساس كانت تقاتل، يعني خلينا نرجع للحرب الـ 1973، حاربت على جبهتين، وجبهتين كانت كلا جبهتين أكبر بكثير من الجبهتين الحاليتين، يعني كلنا نعرف الجبهة المصرية والجبهة السورية. بعد ما أنه انتهت من الجبهة المصرية عادت والتفت إلى الجبهة السورية، وكذلك يعني منذ 48 لغاية اليوم عشرات حرب 67 كلنا نعرفها. فإذا أنا أعتقد يعني هن يحسنون توزيع القوى وبيخصصوا لكل جبهة القوى اللازمة، قد يكون يعني بيصير في تحويل القوى من يعني بغير أماكن الجهد إن صح التعبير، يعني بننقلوهم من الشرق إلى الغرب أو العكس، ولكن أنا أعتقد أنه الكيان الإسرائيلي وبتغطية كاملة من الغرب وفي طلعاتهم الولايات المتحدة الأمريكية يفكرون اليوم بإجراء يعني بالإتمام إذا صح التعبير حرب شاملة ستغير كل الموازين القائمة. وأعتقد أنا يعني منكون عم نبسط الأمور كثير إذا نظرنا لكل حرب أو معركة كان بغزة أو بلبنان أو باليمن بكرة أو بسوريا أو بالعراق بهالتفاصيل الصغيرة. المعركة اليوم يعني يتطلع نتنياهو إلى تقويض كل مقومات محور الممانعة، وأنا أعتقد أني يعني كل المعطيات تدفعني للقول بذلك ومصر على هذا الرأي.